بسم الله، الحمد لله، ولا إله إلا هو سبحانه. إذا يا ابن آدم، إن تبذل الفضل فهو خير لك. اليوم عندهم الخير هو أن لا تبذل الفضل، أن تكون أنانيا، أن تكون جوعانا ليلا نهارا، وأن تكون لا ترى غيرك لأنهم من الموجودين، وأن لهم حق عليك كما تريد، وأن يكون لك الحق عليهم. يعني الموازين كلها فقدت أو اغتيلت. وبعد يقول لك نحن نسعى إلى أخير أيامنا، نسعى إلى كما تقول أنت النهوض باقتصادنا، نسعى بالتفوق على غيرنا، التفوق في قلة الحياء وفي النفاق وشر الأخلاق. هذا تفوقهم، خاصة يدعون الإسلام بالله العظيم، هم من أسوأ من كما تقول أنت ممثلين للإسلام. شوفهم في أغلب الأحيان في الغرب خاصة ماذا يسيئون باسم الإسلام إلى من لم يسيئون لهم في كل الأحوال. الناس يقبلوك، يرضوا باش تعيشهم، يرضوا باش تضع قدمك في ديارهم، ومع ذلك أنت لا تختار الدنيا بالآخرة، توري مسوح الرهبان وعلامة الاستقامة، وأنت أول معوج في تلك الديار. يعني هذا إساءة لسمعة الإسلام، وإساءة للمؤمنين الحقيقيين والمسلمين الحقيقيين والمحسنين الحقيقيين. نسأل الله أن يغير أحوالنا إلى ما هو أخير، والسلام على أهل الإسلام.